إلى علي حرم أو مهدي عبد اللطيف، كرة واسطة إلى علي حرم. علي حرم على الجهة البعيدة، حرم يحاول أن يحرم المنتخب الكويتي من التأهل إلى الدور المقبل. تعود الكرة مرة أخرى لمصلحة البحرين، خطيرة، هي جول جول، الله الله على البحرين، الله على المنتخب البحريني، جول أول يأتي للبحرين، أول أهداف المباراة يأتي في هذه اللحظات، وبالتالي المنتخب البحريني يسجل أول أهداف المباراة. شوف الكرة الماضية، الله على العرضية، والله على الهدف الجميل، الهدف الجميل لصالح المنتخب البحريني، وبالتالي أول أهداف المباراة يأتي عن طريق اللاعب مهدي حميدان، وبالتالي مهدي حميدان يقول لهم أنا في الميدان، ويسجل أول أهداف المباراة في هذه اللحظات للبحرين.